السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سيلفي سبورت اللي بتجيكم مني انا حميد كيالي كل يوم خميس. حلقه اليوم راح تكون مثل الحلقات القادمه، راح تكون دائما تقديم عن جوله كره القدم اللي راح تصير ايام الجمعه والسبت والاحد، والحلقه راح تكون مقسمه الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول راح نحكي فيه مرور سريع على اهم المباريات اللي راح تصير، الجزء الثاني راح تكون مباراه الاسبوع اللي راح نحكي فيها شوي بتفاصيل اكثر ونتعمق بحاله الفريقين وظروفهم، والجزء الثالث راح يكون جزء لتوقعات نتائج المباريات اللي رح نحكي عنها سريعا او بالتفاصيل. بتمنى منكم بعد ما تشوفوا الحلقه انتم كمان تشاركوني بتوقعاتكم لنتائج هاي المباريات ونقارنهم بعد ما تخلص المباريات ونشوف مين اللي كانت توقعاته صحيحه. حلقه اليوم خلينا ندخل فيها سريعا لانه فيها كتير مباريات، والمباراه الاولى هي نهائي القرن الزمالك والاهلي، النهائي اللي كلنا كنا مستناه من وقت كنا صغار نتفرج على كرة القدم، لأنه كلنا وعينا على كرة القدم بنعرف أنه في فريقين كتير كبار بالوطن العربي اسمهم الأهلي والزمالك، تقريبا هن كانوا الأكبر. فبتاريخ البطولة ورا مرة ارتقوا الفريقين بالمباراة النهائية، هذا الشيء عم بيصير للمرة الأولى. الزمالك اللي ما توج من اللقب من 2002 ضد الأهلي اللي اللقب غايب عن خزائنه من عام 2013. ظروف متباينة ومختلفة للفريقين، لكن الظروف بنفس الطريقة بتكون لما بنحكي عن المدربين، لأنه مدرب الأهلي فايلر اللي ترك الفريق وتم تعويضه بموسيماني الجنوب أفريقي كتجربة أولى لفريق مصري يتعاقد مع مدرب جنوب أفريقي أو مدرب أفريقي ليقوده نحو دوري أبطال أفريقيا. هذا شيء ممكن نشوف ثماره في حال تتويج الأهلي بالبطولة. والزمالك اللي صار معه مشكلة كالتيرون اللي ذهب إلى التعاون السعودي، تم تعويضه بباتشيكو المدرب اللي عنده خبرة سابقة مع الزمالك، والمدرب اللي إجا مثل موسيماني شاف فريقه بنصف دوري أبطال أفريقيا، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمطلوب منه أنه يتوج باللقب. لو شفنا مباريات الفريقين الأخيرة منشوف أنه الزمالك عنده كعب أعلى بهي الفترة، فاز عليه بالدوري، فاز عليه بالكأس وبالسوبر. الأهلي حالته جيدة، عنده أكثر من لاعب مؤثر، عنده الشناوي، عنده محمد مجدي أفشا، وعنده عمرو السولية، والزمالك عنده كمان أسماء كتير كبيرة بصراحة، جيل ذهبي للزمالك، أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد ومصطفى محمد، والفريق بصراحة يذكر بالأسماء الكبيرة. خلينا نشوف المباراة لوين رح تروح، مين اللي رح يتوج باللقب على حساب غريمه. المهم بالموضوع ان المباراة تخلص وتنتهي بروح رياضية على ارض الملعب وبرا الملعب بين جمهورين من اكبر جماهير الوطن العربي. المباراة الثانية هي مباراة ساسولو وانتر ميلان بالدوري الايطالي. ساسولو اللي عامل موسم ممتاز حتى الان، اخذ دور اتلانتا طبعا الموسم الماضي، فريق هجومي بيلعب لعب جميل وتسجيل اهداف كتيرة. لكن إذا بتطلع على ساسولو على مبارياته اللي لعبها ما كان عنده ولا مباراة كتير كبيرة باستثناء مباراة نابولي اللي فاز فيها الفريق كمان 2-0. لكن لتحكم على ساسولو صح ببداية الموسم، راح نشوف ساسولو من هلأ إلى 3-4 جولات القادمة اللي راح يلعب فيها ابتداء من يوم السبت مع انتر، وفي عنده مع روما وعنده مع ميلان، وهون بعد المواجهات الكبيرة لازم نطلع ترتيب ساسولو ونشوفه وين. انتر اللي ما زال غير مقنع، مرة بتشوفه توب ومرة بتشوفه خارج الفورمة تماما، بنفس السكواتس بنفس الأسماء، لكن كونتي أنا بتصور محتاج شوية وقت أكتر لحتى يرتب أفكاره مع هذا الفريق، اللي بتصور لو قدر كونتي يوصل أفكاره بالطريقة الصحيحة انتر لازم نشوفه بنهاية الدوري بين الأول أو الثاني، لأنه عنده أفضل أسماء بالدوري الإيطالي مثل ما سبق وحكينا. المباراة الثالثة هي ريال مدريد وألابس. ريال مدريد اللي ما بدنا نعيد ونزيد بنفس الحديث اللي بنحكيه دائما، عنده مشاكل كتير كبيرة، عنده إصابات مؤثرة، في عقم هجومي، في مشاكل دفاعية، في أسئلة كتيرة حول تكتيك واختيارات زيدان وتبديلاته، فالفريق ما بيعيش حالة جيدة. وأنا بتصور الانتصارات فقط، شراء الوقت هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي مرة تانية ريال مدريد يعود للواجهة بعد فترة لما تمر هاي المرحلة السيئة اللي عم بمر فيها، لحتى نخلص من موضوع الإصابات. الأفراد نفسهم بعد مجموعة انتصارات كبيرة ممكن نرجع نشوفهم عم بيأثروا على المجموعة، ونشوف مستوى ريال مدريد عم بيطلع مرة تانية، هذا الشيء الطبيعي. ضد ألافيس اللي عم بيورجينا وجهين بالدوري هذا الموسم، وجه أمام الكبار ووجه أمام الفرق المتوسطة. أمام الكبار تعادل مع فالنسيا، تعادل مع ختافي اللي عم بيقدم موسم ممتاز، وتعادل مع برشلونة. هذا الشيء بيورجيك انه الفريق أمام الكبار عنده شخصية ممكن يعذب ريال مدريد، رغم انه المباراة بمدريد، ولكن حالة ريال مدريد بالوقت الحالي ما بتخلينا نقدر نعرف كيف راح تكون ردة فعل ريال مدريد. المباراة الرابعة راح تكون بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد. ساوثهامبتون اللي هو مفاجأة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بدايته كانت متعثرة جدا، خسر أول مباراتين بالدوري، ولكن بالست مباريات الأخيرة فاز خمسة وتعادل مرة واحدة بس مع تشيلسي.
فسلسلة نتائج ممتازة وضعته بالمركز الخامس بعيد عن مانشستر يونايتد، قريب من الكبار، في تألق كبير لداني إينجز، لوولكوت اللي رجعنا شفناه مرة تانية بهي النسخة الحلوة اللي كنا نشوفها أيام أرسنال. فالفريق عنده كل مقومات الفوز على اليونايتد اللي أبدا ما له مقنع، حالته كتير تشبه حالة إنتر لأنه عنده سكواتس جيد، لكن الفريق بيقدم مباريات حلوة، فاز على إيفرتون بإقناع ثم فاز على ويست بروم بهدف مقابل لا شيء بضربة جزاء وبدون إقناع أبدا. فهل المقصلة على رأس ورقبة سولسكاير لازم تكون موجودة دائما لحتى نشوف مانشستر بشكله الجميل؟ سؤال محير جدا. المباراة السادسة راح تكون بين روما ونابولي. روما اللي عم يحتل المركز الثالث جاي من انتصارين ورا بعض، تألق كبير لمختريان، عودة زيكو من الكورونا، عنده كل مقومات الفريق اللي ينافس بالمراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، لأنه عم يقدم لعب جميل والفريق فيه أكثر من مفتاح، صار لعبه مفهوم على أرض الملعب وشكله واضح. ضد نابولي اللي كلياتنا كنا عم نستنى نسخة كثير قوية منه هذا الموسم، ولكن في حاليا up and down عند الفريق، خسر مع ساسولو، رجع فاز، رجع خسر مع ميلان. الفريق محتاج انتصار أو اثنين أو ثلاثة وراء بعضهم لحتى نرجع نشوف، لأنه نابولي عنده جادوتزو اللي هو ممتاز جدا كمدرب بالدوري الإيطالي وعنده أكثر من اسم متألق هجوميا خاصة. فأنا بتصور نابولي بالنهاية لازم نشوفه بين الأربعة الكبار، ولكن مباراة كتير قوية، خلينا نشوف لوين ممكن تروح. المباراة السابعة هي بين برشلونة وأوساسونا، هي فرصة لبرشلونة لترتيب أوراقه أمام فريق متوسط وإن كان بنفس عدد النقاط مع برشلونة، ولكن نحن بنعرف في فرق كبير بين برشلونة وبين أوساسونا. هي فرصة لحتى نشوف ديست أساسي مرة تانية، هي فرصة لحتى نشوف يمكن ياخذوا فرصة هالشباب ريكي بويج وألينا بسبب الغيابات الكتيرة اللي عم بيعاني منها برشلونة. برشلونة لا تاريخ هاي اللحظة، ما في ثبات واضح عند كومان في التشكيلة، ما في ثبات بالأفكار، كمان مرة بتشوفه كتير توب مثل ما شفناه مع ريال بيتيس، ومرة بتشوفه كتير سيء مثل ما شفناه بأكثر من مباراة بالدوري. الفريق محتاج كمان مثل ريال مدريد يكسب شوية وقت بانتصارات سهلة، مباريتين ثلاثة، يمكن لحتى ياخد ثقة بنفسه مرة تانية، ويمكن لحتى نرجع نشوف ميسي السعيد مرة تانية، لحتى برشلونة يعود لمكانه الطبيعي، لأنه مركز 13 مركز أبدا ما بليق بفريق بحجم برشلونة. المباراة الأخيرة واللي رح نختم فيها تقديم الجولة هي مباراة الجولة، هي تشيلسي وتوتنهام، أكثر فريقين عم يقدموا كرة قدم جميلة بالدوري الإنجليزي. تشيلسي اللي كتير صار فيه تغييرات جميلة جدا مع لامبارد عن الموسم الماضي. أول تغيير صار منذ قدوم الحارس مندي، صار فيه ثبات دفاعي، وصار فيه الفريق مؤثر هجوميا بسبب أنه دفاعيا الفريق تماسك مع خط دفاعه بن تشيلويل ومع جيمس مع تياغو سيلفا مع 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 أكثر من لاعب عم بيكونوا بخط الدفاع. بصراحة دفاعيا تحسن كتير الفريق، بالخمس مباريات الأخيرة متلقي هدف واحد فقط. زوما هو أكثر لاعب بخط دفاع تشيلسي بالدوري الإنجليزي كسبان الثنائيات الهوائية، وهذا الشيء كان ينقص لتشيلسي قبل، وحكى عنه لامبرد بالمؤتمر الصحفي. توظيف كانتي صحيح مرة تانية، ووضعه كلاعب شغلته أنه يكون قاطع كرات وليس صانع للألعاب، مع تألق كوفازيتش وماونت اللي عم يقدم أدوار حلوة بالأربعة 4-2-3-1، وطبعا حكيم زياش اللي سمح للامبرت أنه يربط خطوطه كلهم مع بعضهم بوجود لاعب واحد هو حكيم زياش، قدم يسرى خرافية ما شاء الله، وكان يعني لاعب منفتخر أنه عربي وأنه عم يقدم هذا المستوى، وأنه خلى تشيلسي يطلع من ليفل إلى ليفل تاني تماما بسبب وجوده. طبعا فيرنر وتوظيف ابراهام، لانه تشيلسي ولامبرد بالبدايه بديوا بفيرنر كقلب هجوم، وهذا كان سبب له مشاكل اول شيء على الاجنحه، وفيرنر ما له مهاجم، فيرنر لاعب بيحب يهاجم المساحات اللي ما كانت موجوده لما تلعب كقلب هجوم، فابراهام حل له هي المشكله، اعطى المساحات لفيرنر واعطى اللمسه الاخيره لابراهام، وتشيلسي عم بيقدم مستوى خرافي بصراحه. وخلينا نشوف إذا رح نشوفه بالأربعة الكبار بنهاية الموسم ولا لا، بس كمان عنده هلا سلسلة مباريات كبيرة، وتشيلسي في الطريق الصحيح مع لامبرت. أمام توتنهام مورينيو، عشاق مورينيو بالوقت الحالي شايفينه أنه أفضل فريق بالدوري الإنجليزي، وقد يكونوا على صواب، لأنه فعلا توتنهام عم بيقدم مستوى مميز هذا الموسم أنا برأيي.
الفريق دفاعيا صار متماسك وصلب جدا، بخط الوسط صار في عنده 3 لاعبين معطائين جدا ومستعدين يضحوا بدنيا الى ابعد مستوى، والثلاثه دفاعيين، وهذا الشيء ما عم بياثر على منظومته الهجوميه لانه من بعد هذول الثلاثه الدفاعيين عنده اسماء مرعبه في الهجوم، وخاصه التغيير التكتيكي اللي عمله مع هاري كين، اعاده كصانع العاب في معظم دقائق المباراه، وكل مره هاري كين بيطلع من منطقه الجزاء المنافسين عم بيغلطوا نفس الغلط انه عم بيطلع معه قلب الدفاع ليدافع عليه مان تو مان، فبالتالي عم بيترك له هاي المساحه لسون، عم بيترك له هاي المساحه للسيلسيو، عم بيترك له هاي المساحه لبيل، لأي لاعب عم بيكون موجود بجانب سون وعم بيشوفوا حالهم أمام المرمى بانفرادات. هي قصة المرتدات لمسة 2-3 كنا نشوفها مع ريال مدريد بس وكانت ناجحة ومتألق جدا، رجعنا نشوفها مرة تانية. الأكيد أنه جوزيه مورينيو هلأ سيطر تماما على فريقه، في 11 لاعب بأرض الملعب مستعدين يعملوا أي شيء بيطلبون منه جوزيه مورينيو لأنه صار يشوفوا نتائج على أرض الواقع. ولكن بدك تعرف فعلا إذا توتنهام مع مورينيو مرشحين لللقب ولا لا، لازم نستنى لنص شهر 12، يعني أقل من شهر من هلأ، لأنه توتنهام عنده 3-4 مباريات في غاية الصعوبة. لو طلع منهم سليم، لو حقق نتائج إيجابية، لأنه عنده تشيلسي، بعد عنده ليفربول، بعد عنده أرسنال، بعد عنده ليستر سيتي، لو طلع من هدول المباريات بثمان نقط، يعني انتصارين وتعادلين، 3 انتصارات وخسارة، صدقني توتنهام لازم نشوفه بنهاية الدوري عم بينافس على اللقب. فهدول العشرين يوم قدام مورينيو توتنهام صعبين كتير، بس أنا بتصور هن اللي رح يحددوا كيف رح يكون شكل توتنهام مع نهاية الموسم. طيب لهون بنكون خلصنا الحديث، خلونا نحكي على التوقعات الشخصية. هي التوقعات طبعا غير مبنية على عواطف، مبنية على يعني الشيء اللي عم بشوفه بمباريات الفريقين منذ يعني الفرق منذ بداية الموسم. فركزوا معي، المباراة الأولى الزمالك والأهلي، أنا بتصور إنه الزمالك رح يربح. الزمالك يعني لأنه شوي كعبه على بالفترة الأخيرة وعم بيعيش حالة جيدة مقارنة مع الأهلي، يعني عم بحكي لما يتواجهوا مع بعضهم، فأنا برشح الزمالك. إنتر وساسولو بتوقع تعادل، ريال مدريد ألافيس بتوقع ريال مدريد، ساوثامبتون مانشستر يونايتد بتوقع ساوثامبتون، روما نابولي بتوقع نابولي، برشلونة أو ساسونا أكيد برشلونة، تشيلسي وتوتنهام توتنهام. أعطوني أنتوا بعد ما تشوفوا الحلقة توقعاتكم للنتائج، وخلينا نستنى المباريات ونشوف مين توقعاته هي صحيحة. لهون توصل حلقتنا لنهايتها، بتمنى أن الحلقة تعجبكم، بتمنى تشوفوني وتتابعوني على حساباتي الشخصية وتعملوا لايك وشير لهذا الفيديو، وبشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.